السلام عليكم أعزائي المتدربين، أنا الدكتور عاطف أبو حميد الشرمان، أخصائي وباحث في تكنولوجيا التعليم في الجامعة الهاشمية، دورتنا التالية بعنوان البرمجيات التعليمية التفاعلية، حيث سنقوم في هذه الدورة باستعراض مفهوم البرمجيات التفاعلية، وتاريخ نشأتها، ومزايا توظيفها في عملية التعليم. كما سنتطرق لأبرز أنواع البرمجيات التفاعلية، مع تقديم أمثلة تطبيقية تفاعلية عليها. بالإضافة لعرض المعايير التي يتم عليها بناء ضبط جودة البرمجيات التفاعلية وفي الجانب التطبيقي سيتم استعراض عدد من البرامج التي تمكن المستخدم من إنتاج برمجيات تفاعلية بطريقة سهلة ومبسطة نشكر انضمامكم لدورتنا التدريبية ونلقاكم في الموضوع الأول على منصة هوز